ينضم إلينا من بيروت دكتور طارق عبود، أستاذ علوم السياسية. دكتور طارق، بماذا نعنون هذه اللحظات التي نعيشها الآن على الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ هل نعنونها مثلا بأنها لحظات تحديد المسؤول عما حدث، أم لحظات البحث عن رد مناسب؟ يعني الموضوع أكبر من هيك أستاذ محمد. يعني فضل. الموضوع ليس خاضعا فقط لمن أطلق هذه الصواريخ ولكمية الصواريخ، الموضوع خاضع للاحتقان الحاصل اليوم في المنطقة. يعني الغارات شبه اليومية التي أصبحت اليوم على دمشق يمارسها الإسرائيليون كانت تحتاج أيضا إلى تنفيس وإلى رد في مكان ما. ما يمارسه الإسرائيليون في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة منذ فترة، حتى منذ يعني تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. هذا يعني اثنين. ثلاثة، الأزمة الداخلية الكبيرة التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية، المظاهرات الكبيرة التي شهدناها في الأيام الماضية والتي وصلت إلى أن يقيل بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف جالنت من الحكومة، وهذه سابقة تاريخية في إسرائيل. نعم. يعني كل هذه العوامل، لكنك تعلم يا دكتور طارق أنه عاد وقال أرجئ تنفيذ هذا القرار، يعني تفضل. بس أنه أخذ قرار أنه نعم. استقالة أحد وزرائه الأساسيين، وزير الحرب. يعني إسرائيل تنظر إلى وزير الجيش أو وزير الحرب كأيقونة حقيقة في الحكومة الإسرائيلية وفي حتى المجلس الوزاري المصغر، لأنه قال بهذه الطريقة، فهذه يعني سابقة في التاريخ الإسرائيلي. أنا بدي أقول أنه كل هذا المشهد المحتقن اليوم يعني سيؤدي في مكان ما، إذا لم تضبط الكوابح، سيؤدي إلى كارثة على مستوى المنطقة، وهذا سببه السياسات المتعنتة والمتعالية للحكومة الإسرائيلية. لذلك اليوم يعني على الأمريكيين، أنا أحمل مسؤولية اليوم إلى الأمريكيين بأن يضبطوا هذه الحكومة المتطرفة، خوفا من أن تؤدي في المنطقة كلها إلى حرب وإلى نار قد تشعل يعني أسواق النفط وتشيح النظر عن الحرب الأوكرانية الروسية التي هي أولوية أمريكية اليوم. طيب، ولكن يا دكتور طارق اسمح لي، مثلا على صعيد الثلاث ساعات الماضية، على مدار الثلاث ساعات الماضية، ما هي التصريحات الرسمية التي خرجت من لبنان؟ ما في تصريحات رسمية خرجت من لبنان اليوم يعني تدين أو يعني تعارض هذا الموضوع. اليوم تعرف أنت لبنان هناك أزمة، حتى أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، هناك حكومة تصريف أعمال، وهناك آراء حتى في لبنان، ولبنان منقسم عموديا في هذا الموضوع بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي وبالنسبة ل السلاح المقاومة وتدخل المقاومة حتى مساعدة الفلسطينيين أو مساعدة الآخرين في مقابل الإسرائيليين. يعني لا زال هناك تحفظ اليوم في لبنان، ولم نشهد هذه الأصوات العالية التي كانت يعني تكون واضحة في حالات مشابهة. أعتقد في الساعات المقبلة ممكن أن يكون هناك يعني أصوات معترضة أو أصوات تقول إنه على الدولة اللبنانية تتدخل ومشاكل، ولكن الموضوع ليس خاضعا فقط إلى يعني القطر اللبناني أو إلى الموضوع الداخلي اللبناني. هناك هذا الموضوع متشعب ويطال تطال امتداداته المنطقة كلها. طيب.